مساء الخير مشاهدي يو تي في، حلقة جديدة من برنامج هاتريك. نبدأ بسؤال البرنامج، هل كانت قرارات لجنة التراخيص ولجنة الاستئناف منطقية؟ الإجابة بنعم أم لا على صفحة برنامج هاتريك في منصة الفيسبوك. هذا كان السؤال. أما العناوين فهي: مشرف فريق النفط مشتاق كاظم ينتقد تأخر انطلاق الدوري الممتاز ويؤكد توقف الكرة العراقية سيكون بسبب التراخيص. أمين سر نادي الحدود حازم تيموز يطالب لجنة التراخيص بأن تكون أكثر حزما في قراراتها، وينتقد الحديث عن إمكانية خوض الدوري من مجموعتين. مدرب فريق الطلبة ثائر أحمد يؤكد لهاتريك: التراخيص خطوة جيدة لكنها غير مناسبة في الوقت الحالي، والطلبة أهدر المليارات على التراخيص بدلا من التعاقد مع اللاعبين. الليلة في هاتريك نفتح الصندوق الأسود لملفات التراخيص الآسيوية، كشف حساب من الألف إلى الياء مع رئيس لجنة التراخيص الأستاذ محمد حيدر. إذن كانت هذه أبرز عناوين حلقتنا لهذا اليوم. راح أخذ بعض المتابعات السريعة حتى استضيف ضيفي السيد محمد حيدر رئيس لجنة التراخيص، اللي راح تكون اليوم، قد تكون اليوم هي آخر حلقة يعني بموضوع التراخيص، لأن تقريبا صار لنا أسبوعين نتكلم بهذا الموضوع، والكثير من الأمور والتعقيدات والمشاكل بين المدربين واللاعبين مع إدارات الأندية. اليوم كان هناك اجتماع للجنة الاستئناف ولجنة التراخيص، تم طبعا بعد هذا الاجتماع تم المصادقة على بعض القرارات، منها راح نتابعها اليوم. نشر الاتحاد العراقي في موقعه على صفحة الفيسبوك مثل ما تلاحظون لجنة الاستئناف أو استئناف التراخيص رخصت نادي القوة الجوية وسمحت له باللعب، هاي أبرز النقاط اليوم اللي موجودة. أيضا لجنة التراخيص لم ترخص نادي الطلبة وتسمح له باللعب في الدوري الممتاز مع فرض غرامة 50 مليون، بالإضافة إلى أنه لم يتم ترخيص نادي الديوانية ولا يحق له اللعب في الدوري الممتاز. هذا القرار اليوم كان هو الأبرز بمنع فريق نادي الديوانية من خوض الدوري للموسم الجديد، ترخيص نادي دهوك مع فرض غرامة 25 مليون. إذن فرض غرامة على فريق الطلبة 50 مليون بالإضافة إلى نادي دهوك 25 مليون، مع عدم ترخيص وعدم السماح له باللعب فريق الديوانية في الدوري بسبب هناك مشاكل كثيرة بشأن التعاقدات مع اللاعبين الأجانب المحترفين اللي كانوا يمثلون فريق الديوانية الموسم الماضي، وتم التعاقد معهم وتم الاستغناء عنهم، بالإضافة أنه أكون مبالغ أيضا مالية في ذمة النادي. حسب ما أعرف يوم أمس أو قبل يوم أمس كان هناك تواصل مع الكابتن سامر سعيد مدرب فريق الديوانية، وبعث لنا بأنه تم إرسال هذه المبالغ إلى اللاعبين، لكن مثل ما تعرفون هناك بان أو حظر على نادي الديوانية من تسجيل اللاعبين لثلاث فترات متتالية، هي كانت صيفية شتوية صيفية، يعني ثلاث فترات متتالية. فهذا الأمر يتطلب أنه من خمسة إلى أسبوع تقريبا، يعني من ثلاث أيام إلى أسبوع برفع الحظر، لأن أكو حظر موجود عليهم خلال هذه الفترة. سمحت لجنة الاستئناف وأيضا لجنة التراخيص لنادي القوة الجوية بالمشاركة واللعب في الدوري الممتاز بعد ما سدد الديون. الكابتن مشتاق كاظم مشرف فريق النفط كان له حديث حول موضوع التراخيص، خلينا نتابع. كابتن مشتاق، النفط تقريبا اكمل جاهزيته، معسكر تدريب انتهى، الان ربما الاتحاد ذاهب باتجاه تاجيل الدوري، ربما قد يكون معذور يعني في ظل الوضع الراهن، ربما الدوري يكون 24 فريق. شوف انت الوضعيه كابتن، موضوع التراخيص، هذا الموضوع كيف تنظر له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اذا نحكي على الوضع السياسي نقول هذا بلد العراق، يعني احنا صار لنا سنوات بهذا الوضع، نفس الوضع. موضوع الدوري 20 فريق ال 24، يعني هذا لازم، يعني مو هسه يا اخوان، يعني مرات لما نحكي احنا ما نريد يعني العالم او الناس المعنيين يعني المسؤولين يزعلون علينا. يعني انا اليوم لما اقول دوري 20 فريق خلاص احنا اجتمعنا وقلنا، بس انت لما تقول هسه 24 لازم يروح المجموعتين وهاي، زين هاي الفرق شنو تنبه؟
الانديه شنو دهمه راحت معسكرات، اليوم انا موقع ويا لاعب انا لا موسم كامل، اجي من سيدي مجموعتين، اللعبات حصيله قليله، يعني وضع يختلف لازم، وضع الانديه هاي كلها لازم. احنا مع الاسف يعني خالين الانديه هي بالمدفع، يعني كل قرار ضد الانديه، يعني ما يصير، هي بالعكس نجاح الرياضه العراقيه هي الانديه. انا اقول هذا البلد يعني مظلوم من ناحيه سياسيه، من ناحيه الرياضيه، كل المجالات صدقني. شوف احنا فوضى، يعني ماكو قانون، فوضى ما نعرف شكو، اكو دوري ماكو دوري لحد هاللحظه. زين هسه احنا اخر لعبه اليوم حاضرين الدوري، نلعب بعد مباراه لو لا؟ والله انا اقول يعني مع الاسف، يعني احنا حتى موضوع التراخيص، يعني احنا حجتنا بالتراخيص، كل مشكله نذبها بالتراخيص. لحد الان موضوع التراخيص، اذا اكو انديه ما عدا ديون وما عدا وافد كل شيء، ليش ما اطلع اقول اشكر هاي الانديه؟ ليش اكو انديه لحد عليها ديون وهاي وترخصوها؟ انا اقول حتى موضوع التراخيص يعني موضوع ما ادري اقول كذبه، يعني حتى كلمه شوي قاسيه، بس اقول يعني مو وقتها، خلينا نشتغل بالواقع يا اخوان. احنا هاي التراخيص حتودينا مشاكل هوايه، صدقني انا اقول توقف الكره العراقيه حسب سبب التراخيص. الكابتن حازم تيموز كان له راي مغاير لراي الكابتن مشتاق كاظم، طالب لجنه التراخيص بالحزم. خلينا نتابع. التراخيص اليوم هي تراخيص حقيقيه ام مجرد حبر على ورق؟ بالنسبه للجنه التراخيص اعتقد واحده من افضل اللجان، الشخصيات اللي موجوده بها محترمين. نحتاج الى هذه الانتقاله النوعيه في عمليه تراخيص الانديه. كان في السابق انه موجوده تراخيص لكن ما موجوده هذه المعايير. التراخيص هي تراخيص تنظيم، سواء كان بالجانب الاداري المالي البنى التحتيه. اذا كنا نريد ننتقل الى عمليه حقيقيه الانتقال لدور المحترفين لازم نتم بهذه عمليه الفلتره، والفلتره هي جزء من التراخيص. اتمنى من الاخوان باللجان انه يكون حازمين اكثر، واتمنى من اخوان المكتب التنفيذي انه يعطي الصلاحيه الكامله للجنه التراخيص. اعتقد لجنه التراخيص موجودة في اللائحة أنه قراراتها تمتلك أكثر من مكتب التنفيذي بالنسبة إلى عملية تسجيل اللاعبين، عملية هبوط فرق للدرجة الأولى. أعتقد مكتب التنفيذي ما يقدر أنه يصدر قرار بهبوط فريق للدرجة الأولى إذا ما يطبق المعايير، وهذه من اختصاص لجنة التراخيص. الدوري مع هبوط نادي الديوانية وعدم ترخيصه، الدوري الآن 19 فريق، لكن هناك حديث عن إقامة الدوري ب 24 فريق ونظام المجموعتين. برأيك الدوري وين رايح اليوم؟ ل 19 فريق أم لنظام المجموعة؟ اعتقد احنا حكمنا نظام اساسي، مثل ما تعكز الاخوان بالموسم السابق ونتيجه اللغط وعدم تسليم اللائحه وهبوط اربع فرق كان مخالف النظام الاساسي، اليوم احنا ما نقدر نبتعد عن ال 20 فريق، لكن نقدر ننزل في سبيل عدم حصول اي نادي على رخصه او مخالفه من قبل عدم تسجيل لاعب، مثل الحاله اللي موجوده نادي الديواني. اعتقد الدوري رايح والدوري القانوني انه رايحين باتجاه 19 فريق لا زياده ولا نقصان، النقصان يوجد في حالة عدم ترخيص نادي أو في حال عدة يوجد عليه عقوبة في السيستم من قبل الاتحاد الدولي. شكرا للكابتن حازم تيموز وقبل الكابتن مشتاق كاظم. الكابتن ثائر أحمد مدرب فريق الطلبة قال بأنه الفريق أو إدارة النادي أهدرت 5 مليارات بسبب الديون الإدارات السابقة، كان المفروض أنه هاي المبالغ يتم التعاقد مع عدد من اللاعبين. خلي نتابع. كابتن ثار، أنت تعد فريقك من فترة طويلة، اليوم أعتقد هي يمكن آخر مباراة تجريبية لفريق الطلبة، دورينا يمكن ذهب باتجاه التأجيل، ممكن يروح إلى 24 فريق، هذا الموضوع كيف تنظر له ومدى تأثيره عليكم كمدربين؟ حسب ما نسمع يعني بالإعلام والشارع بأن الدوري راح يتأجل وده نسوى 24، اعتقد 24 احنا من اول السقوط صار يعني 24 و28 كنا ننتقدها وصارت مرحلتين، الحمد لله والشكر. اكيد من كثر الفرق اكيد جهد على الفرق وعلى اللاعبين، تدري يعني سفر واحنا ما عندنا طيارات، يعني يكون جهد على اللاعب، والدوري راح يصير طويل اذا 24 لاعب يعني يدخل بالدعش على سنه اللخ بالدعش، فاعتقد مو من صالح الدوري ولا من صالح الفرق ولا من صالح الاتحاد ان يكون 24 فريق. كمدرب صاحب خبره طويله، يوم تحس موضوع التراخيص بفائده فنيه للفرق لو اثر على الانديه، ست اليوم كمدرب ممكن تلعب مباراتك على ملاعب جيده، حبيبيه، ملعب الشعب، لو هذا الموضوع سلبي كان على الانديه؟ لا بالحقيقه كخطه اكيد هي جيده، اولا الملاعب الجيده، اللاعبين بعد المدربين يطمئنون ياخذون حقوقهم،
يعني هاي الشغلات الجيدة. بس نقول احنا السلبية، السلبية صارت حالة سريعة، يعني المفروض هاي تعاد قبل سنتين ثلاث سنوات حتى الأندية تبدأ تقسط المبالغ. يعني ما يصير احنا يعني مشكور الهيئة الإدارية الطلبة وعلى رأسها دكتور علي حميد، يعني اعتقد وفى 5 مليارات، احنا 5 مليارات نجيب بها لاعبين، نجيب محترفين، نقعد نسدد. المفروض لو تبليغ صاير يعطونا وقت كل سنة أو 3 سنوات تقسط لبعض اللاعبين أو المدربين حتى ذاك الوقت يكون التوجيه صحيح والخطة صحيحة، حتى النادي يعرف يجيب اللاعب وأسعاره موجودة بالفندق. هاي أكيد التراخيص جيدة بس وقتها كان حالة سريعة. طيب كانت هذه متابعاتنا، انتقل الى تقرير لزميلنا زيه الركابي وحيدر محمد عن هذا الملف الشائك، ملف تقريبا صار لنا اسبوعين نتكلم به، حتى بعض الجمهور يدزون رسائل يعني شو وقت يخلص هذا الملف، يخلص مع انطلاق الدوري ومن صار انديتنا محترفه وعدها ملاعب وعدها رصيد بالبنوك يكفيها انه تتعاقد مع لاعبين وتنطي اللاعبين حقوقهم المالية زين، ذاك الوقت يصير عندنا دوري محترفين وملف تراخيص ننتهي من عنده خلال فترة وجيزة. طبعا قبل أن يعني انتقل للتقرير وبعدها راح استقبل السيد محمد حيدر رئيس لجنة التراخيص. أخيراً وبعد جر وعار وأيام طوال قطعت لجنة التراخيص الشك باليقين وأصدرت قراراتها النهائية التي أسفرت عن عدم ترخيص نادي الديوانية وإبعاده عن المشاركة في دوري الكرة للموسم الجديد، القرار الذي أيدته لجنة الاستئناف قراراً لم يكن مفاجئاً ولا هم يحزنون، وذلك عطفاً على المشاكل الكثيرة التي واجهت الأحمر الديواني، ولعل أهمها صدور قرار حظر تسجيل اللاعبين لثلاث فترات من قبل الاتحاد الدولي، الأمر الذي لم يتداركه سامر سعيد ولا حتى إدارة الفريق. لجنة التراخيص ورغم المعوقات والضغوطات من هنا وهناك إلا إنها والحق يقال كانت النقطة المضيئة في عمل لجان اتحاد الكرة. هذه اللجنة وبشخوصها واجهت الكثير من المتاعب واللوم والاتهامات، قبال ذلك سارت ولم تبالي حيث جعلت الأندية تركض والعش خباز كما يقول المثل الدارج، نتيجة الخوف والحيطة. ولا ندري كيف كانت تدار الأمور في السابق إذ كان الكذب والتدليس شريعة المتعاقدين، ويا غافلين لكم الله. الديوانية دفع ثمن أخطاء إداراته المتعاقبة حيث تراكمت الديون على رأس الإدارة المؤقتة التي وجدت نفسها أمام تركة ثقيلة لا أول لها ولا آخر، وما أن يتم استيفاء ديان حتى يظهر ديان آخر ليصل الحال إلى باب مسدود خلفه اللاعبين المحترفين الذين لا يعرفون بوس عمك أو بوس خالك، حيث شعارهم لا دياً ولا بعدياً أو بمعنى أدق القانون هو الفيصل. وبالتالي سقط الأحمر الديواني في بحر حظر التسجيل لثلاث فترات، ولعل الخاسر الأكبر من ذلك كله هو جمهور النادي المغلوب على أمره الذي كان يمني النفس أن يرى اسم مدينته في دور الكبار، لكن بعد فوات الأوان. شكرا لنزيه ركابي وحيدر محمد، ارحب بضيوفي او ضيفي في هذه الحلقه
السيد محمد حيدر رئيس لجنة التراخيص. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد في حلقة هاتريك لهذه الليلة. شوف ايش قد محضر أنا. أهلا وسهلا بك أستاذ داود وبجمهورك الكريم، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة للجمهور إن شاء الله وللوسط الرياضي. شوف ايش قد محضر اليوم إن شاء الله نتمكن من الإجابة على كل هاي حقوق لاعبين إن شاء الله أتمكن من الإجابة. أمانة وبعثوها إلي بصراحة ان شاء الله. هسه من بدايه الحلقه يمكن هسه 3-4 قاعد يتصلون يريدون مداخلات. استاذ داود من حقك تسال اي سؤال وان شاء الله ان شاء الله نتمكن من الاجابه وفق اللوائح المعمول بها. زين، انتم اليوم كان اكو اجتماع لجنه التراخيص مع لجنه الاستئناف. لا، اجتماعين منفصلين. اجتماعين منفصلين. منفصلين. زين، اجتمعت لجنه الاستئناف استئناف التراخيص ولجنتكم الموقره لجنه التراخيص. رخصت القوه الجويه خلاص انه يلعب بالدوري الممتاز، ما فرضتوا عليه غرامه. الطلبه فرضتوا عليهم 50 مليون ويلعب بالدوري. الديوانيه حرمتهم من المشاركه هذا الموسم، ادهوك 25 مليون. اجيك نقطه نقطه، القوه الجويه رخصتوهم. بس اوضح في نقطه واحده اذا تسمح لي حضرتك. لجنه التراخيص اليوم ناقشت ملف واحد وهو ملف نادي ادهوك فقط. بس؟ فقط. ملف نادي ادهوك. لان هذا يدخل ضمن اختصاصنا احنا، لجنه تراخيص ولجنه استئناف، لجنتين منفصلتين. كل لجنه تعمل بحدة عن الاخر. زين. هي لجنتين مكمله احداهما للاخرى، ولكن لجنه الاستئناف تعمل مستقله عن لجنه التراخيص. لجنه تراخيص الانديه هذا اليوم عند اجتماعها ناقشت فقط ملف نادي ادهوك، لان احنا بتعرف حضرتك نادي ادهوك صعد في فتره متاخره بعد مباراه البلاي اوف اللي خاضها الدوري مع نادي امانه بغداد. وتأهل فسمحنا له بعطيناه فترة إضافية على مود يقدر يهيئ ملف الترخيص، وطالبنا الاتحاد الآسيوي أن يفتح له النظام على السيستم. لحد هاي اللحظة ما تم فتح النظام على السيستم بالنسبة لهم لحد هاي اللحظة اللي احنا بيها، ولكن وعدونا الاتحاد الآسيوي أنه سيتم فتحه خلال الأيام القادمة، واحنا اضطرينا أن نزور النادي وندقق الملف في السبايرول الورق اللي قدم لنا اياه النادي. زين. فبالتالي اليوم كان هناك اجتماع للجنة التراخيص الأندية وأصدرت قرارها بترخيص نادي ادهوك مع فرض غرامه، والغرامه هاي فرضت لكون انه ليش 25 مليون؟ الغرامات الموجوده باللائحه بالماده 8 من اللائحه التراخيص الانديه تفرض غرامات 50 مليون و50 25 مليون و50 مليون. زين. الغرامه الاولى هي 25 مليون اذا كان هناك نقص في ملف التراخيص. ملف تراخيص نادي ادهوك، اولا ملعب نادي ادهوك ملعب جيد وتم فحصه من قبل اللجنه وزيارته والاطلاع عليه، ولكن الملعب ما بي اولا ما بي شاشه، إضافة إلى بعض النواقص اللي بلغنا نادي ادهوك بها واللي عمله خلال الأيام الماضية على تداركها وإكمالها. حلو. فاضطرينا حالهم حال الأندية الأخرى اللي فرضنا عليهم الغرامة بالفترة الأولى اللي ما حد ركز عليها بالإعلام، لأن الإعلام بالفترة السابقة ركز على مسألة الغرامات والأندية غير المرخصة. الفترة السابقة لو جنابك تلاحظ كان هناك قرارات بفرض غرامات. على من؟ مثلا نادي نفط نيسان. فرضتوا عليه غرامة؟ نعم، رخصناه مع غرامة 25 مليون. نادي نوروز. رخصنا مع فرض غرامة عليه 25 مليون. زين. هاي الناديين يعني ما حد ركز عليهم. إضافة إلى هذا هناك يعني الآن إحنا مو بس نادي الديوانية هو المرخص. إحنا عندنا ناديين ما مرخصة. النادي الأول هو نادي الديوانية مع عدم المشاركة بالمسابقة، والنادي الثاني هو نادي الطلبة. ترى نادي الطلبة الآن ما مرخص ولكن سمحنا له بالمشاركة بعد دفع الغرامة. وإذا ما دفع الغرامة؟ إذا ما دفع الغرامة أيضا راح نصدر عقوبة تبعية إلى ما يسمح له بالمشاركة، حتى بالقرار وتطلع جنابك قرار الاستئناف اليوم اللي صدر الضمن على أن يدفع الغرامة قبل بدء الدوري. هو القرار موجود أنه يعني نعم. قبل بدء الدوري أنه خلص أنه يدفع الغرامة. يدفع الغرامة. يلا يحق له المشاركة. زين، ليش هاي الغرامة على نادي الطلبة 50 مليون؟ نادي سببها شنو الفقرة القانونية اللي اليوم أنتم منحتوا أنه غرمتوا فريق الطلبة 50 مليون؟ إذا تسمح لي أوضح بعض المسائل اللي موجودة. انه انواع التراخيص اولا على مود المشاهد تكون عنده الفكره الكامله على انواع التراخيص. زين. لجنه التراخيص عندها الامكانيه انه تمنح الترخيص. لا تمنح الترخيص. تمنح الترخيص مع الغرامه. لا تمنح الترخيص. لا تمنح الترخيص مع الغرامه، لا تمنح الترخيص مع عدم المشاركه. خمس حالات. زين. الحاله الاولى انه النادي اذا كان مستوفي يمنح الترخيص ويشارك، مثل الانديه اللي سمحنا لها بالفتره الاولى صدرنا قرارات واعطيناها الترخيص. اكو انديه اللي اشرت لها يعني نفط ميسان ونوروز منحناها الترخيص مع دفع الغرامه. وعندنا ناديين الان احدهم دفع لم نمنح الترخيص ولكن مع الغرامه مكناه من المشاركه، ونادي اخر لم نمنح الترخيص ولم نمنح حق المشاركه.
فبالتالي لازم نفرق بيناتها. نادي مثلا الديون الطلبه الان نتكلم عليه، عندنا ملفات الديون ثلاث انواع من الديون. عندنا الديون الدوليه بقرارات من محاكم الفيفا محاكم الفيفا والاتحاد الدولي، وعندنا الديون اللي صادره من المحاكم العراقيه، وديون من لجنه شؤون اللاعبين. الفيفا هذا موضوع تسويتها وحسمها خارج عن اراده الاتحاد العراقي، متعلق بالفيفا باللجان الموجوده بالفيفا. وهذا فريق الطلبه بهالحاله ما يقدر يسجل. الديوانيه يعاني من هذا الملف انه عنده ديون خارجيه، اربع قضايا، لاعبين اجانب وبالتالي محترفين اجانب، وبالتالي معاقب بثلاث فترات ما يمنع من تسجيل اللاعبين، اضافه الى مطلوب مبالغ لازم يسددها. نادي الديوانيه تاخر باجراءات التسديد. يعني انا حسب معلوماتي انه بعد ما صدرنا كلجنه التراخيص قرارنا بعدم ترخيص نادي الديوانيه، نادي الديوانيه بدا يعمل ووفر المبالغ وسدد المبالغ، حسب معلوماتي انه ارسل المبالغ للاعبين. ولكن لا موجوده عند الوصولات اللي دزوها للأمانة. أنا عندي معلومه به ولكن انا مو ضمن لجنتي. انا لجنه تراخيص الانديه ولجنه الاستئناف، قدم هاي الملف للاستئناف هو. فانا المعلومه يعني بصراحه والله العظيم ما شايفها الوصولات. لا موجوده عندي، موجوده. انا ما شاء الله انا اعرف هذا الشيء. بس انا ما شاء الله احكي لك هم اربع لاعبين كانوا يطلبون ودزوا لهم. دزوا لهم التاخير يجي منين؟ من الاتحاد الدولي؟ لا التاخير صار من النادي نفسه. يعني النادي نفسه لو شويه مبدر بموضوع ارسال المبالغ، يعني انا يمكن ارسال المبالغ قبل يومين او ثلاث ايام صارت. صح. زين؟ لو راسلها قبل 10 ايام من الان كان وصلت المبالغ الى اللاعب المحترف، واللي اخطر الاتحاد الاسيوي والاتحاد الاسيوي العفو الدولي، الاتحاد الدولي طريقه التعامل وياه انه بعد ما يتم اختاره من قبل النادي انه تم تزيد المبالغ يفاتح اللاعب. استلم لو ما استلم، اذا تايد انه استلام المبلغ يعرض على لجان الاتحاد الدولي لرفع العقوبه اللي صدرت بحقه لعدم الالتزام بتنفيذ القرارات. الان احنا مقبلين على قرعه الدوري. قرعه الدوري يوم 3/10. يعني الان لحد هاي اللحظه نادي الديوانيه معاقب بعدم امكانيه تسجيل لاعبين. زين شلون يرجع هسه نادي الديوانيه؟ لو ما يرجع يجب ان ترفع من يعني موضوع يرجع للدوري قصدك؟ اي هذا موضوع ما يخصنا الان. احنا بالنسبه لنا كلجنه تراخيص ولجنه استئناف تراخيص صدرنا قراراتنا. الان هو علي المفروض ان يفاتح الاتحاد الدولي، خاطب الاتحاد الدولي علي ان يرفع العقوبات اولا. ومن ثم يتم فتح تسجيل اللاعبين له، لان هو الان ما يحق له تسجيل اللاعبين ثلاث فترات مثل ما تفضلت حضرتك. ثلاث فترات؟ اي صيفيه شتويه صيفيه. بالضبط، فيعيد تسجيل اللاعبين. ومن ثم يقدم طلب للاتحاد العراقي. يسمح له بالمشاركه لو ما يسمح ملفهم بالمشاركة. ملف التراخيص للديوانيه كامل؟ ملف التراخيص للديوانيه تقريبا اي كامل، ما عدا الديون. ما عدا الديون، فقط انه فقط المشكله هي الديون. ملعب ببعض الملاحظات، لان نادي الديوانيه اختار ملعب الكوت الدولي الاولمبي. ملعب الكوت الاولمبي، وزرنا ملعب الكوت الاولمبي وطلعنا عليه. زين. وشفنا مستوى الملعب وبعض الملاحظات اللي ابدوا استعدادهم انه يصلحوا يكملوها، وبالفعل كملوها. ملفاتهم كامله، الامور اللي رفعوها بالسيستم تقريبا كامله. عقد ملعب موجود، اجازه التاسيس موجوده، كملوها. زين. فكملوا الملف مالتهم، بس انا اعتب على الاعلام بشيء معين وبشيء واحد. يعني كل الفتره السابقه ما حد تطرق الى موضوع رفع مستوى الملاعب اللي صار بهذا الموسم. الملاعب اللي راح يقال حجيك على الملاعب مالي، ليش تاخذ المحاور مالي؟ انا اعتذر جدا. تفضل استاذ داود. انت مو تهمين تهاجم الاعلام، ذاك اليوم هاجمت الاعلام. انا ما هاجمت الاعلام، بالعكس زعلوا وقالوا الاعلام كله محترم وكلهم يعني ابتداء نتكلم زملائنا واصدقائنا. استاذ داود المؤتمر كان المؤتمر كان 30 دقيقة بالكامل، بالضبط 30 دقيقة. زين. الاخوان اخذوا جزء فقط حوالي 20 ثانية من هذا المؤتمر ال 30 دقيقة. زين. اللي هو نهاية المؤتمر. أحد الأخوان بدا وأنا أتكلم بموضوع التراخيص اللي هو كان في فترة في وقتها حديث الساعة. كان يوم أربعاء، أنا كنت دا نكتب قرارات ومجتمعين وهذا الموضوع، فتم إخباري من قبل الأستاذ بلال الزكي بأن الإعلاميين موجودين ولا عضو من الاتحاد ممكن يسوي المؤتمر الصحفي، والموضوع موضوع تراخيص وممكن إجراء الحوار والتصريح الاعلامي. فاحتراما للاعلام نزلت انه سوى المؤتمر الصحفي للاعلام ووضح موضوع التراخيص. احد الاخوان اول طرح قال المفروض انت اليوم ما تصرح، يصرح الاستاذ احمد الموسوي. وانا قلت له ممكن موجود هذا مسجل بالحلقه، قلت له انا ممكن انسحب اذا تحبون ما صرح ما صرح. انا احتراما للاعلام لان ما اريد الاعلام ينتظر فتره طويله ويطلع خالي الوفاض وما عنده المعلومه. ثاني شيء طرح اخر صار نفس الشيء، فاني كل اللي طلبته بعد ما كملت العباره
انا دا اتكلم بعباره ما سمحوا لي اكملها. يعني المفروض انت من اقول لا اله مو تقول راسا عدمه كفر، خليني اكمل. يعني خلي اقول لا اله الا الله، انت الاعلام تعامل وياي بهاي الطريقه، قلت لا اله قالوا كافيك هذا كافر عدموه. حتى طلبت قلت لهم اسمحوا لي اكمل، يعني اسمحوا لي اكمل. هذا اسلوب الحوار، يعني من نوصل لمرحله انه اني مجرد اصيد لك الحرف الواحد على مود اقطع الموضوع واسوي لي افتح المشكله، ماكو داعي للحوار بيني وبينك. فأنا اعتقد انه ما اسئت لاحد من الاعلاميين، والاعلاميين كلهم اعزاء علي واخوتي، واذا شعر احد انه اني اسئت له لا بالعكس، فأنا يعني هذا الموضوع ما كان مقصود نهائيا واعتذر عنه. لا بالعكس. زين هاي يحسب لك استاذ محمد، بصراحه انت رجل محامي وقانوني وتعرف بهاي الامور، وشكرا جزيلا لك لان انت وضحت هسه الامر، وايضا واعتذرت من الاعلاميين، انا احييك على هذا الموضوع. اليوم هل مورست عليكم ضغوطات انا خلق لك اياها من انديه، من جهات متنفذه، من وزاره، من اعلام، من اتحاد او مكتب تنفيذي، اعضاء اتحاد؟ ثق بالله ما حد يتدخل بعملنا قي شعره، لا الكابتن عدنان درجال ولا اعضاء المكتب التنفيذي، ولا وشافوا الاخوان بالانديه من زرناهم وشافوا طريقه التعامل، حتى يقولون انتم يعني ليش شديد؟ انا طبيعه تكوينتي شخصيتي هاي طبيعتي زين. فوالله العظيم ما تدخل احد بهاي القرارات نهائيا، لا بلجنه التراخيص ولا للسناف. حسب معلوماتي يعني عن السناف، لان انا اقول لك عمود اكون دقيق، بالنسبه لجنه التراخيص نهائيا ما حد يتدخل، ولا احد حاول يتدخل ولا حاول يضغط علينا. زين. وكلها كانت يعني يتدخل، كان يتدخلوا في مجال الطلبه، مجال القوه الجويه اللي بالبدايه احنا ما رخصناهم. صحيح. زين. موضوع اخر، اذا الديوانيه اليوم ما شارك بالدوري. نعم. منو البديل له؟ انا اعتقد انه ماكو بديل، يصير الدوري ب 19 فريق. 19 فريق. لان اللائحه احنا استفسرنا من الاتحاد الاسيوي على هذا الموضوع. استفسرتوا؟ نعم، استفسرنا من الاتحاد الاسيوي بايميل رسمي؟ بايميل رسمي وكتاب رسمي. لو كانت لائحه المسابقات اللي للموسم الماضي او القبل، لان احنا تعرف حضرتك بالبدايه اعتمدنا الموسم الماضي اعتمدنا على لائحه 21-22، ومن ثم تم الغاء هاي اللائحه لكونها وزعت في نصف الدوري وبها مخالفه للنظام الاساسي، ورجعنا اعتمدنا اللائحه كانت مستعمله بالموسم السابق اللي هو موسم 20-21، وصار نظام البلاي اوف. لو كان هذا الموضوع معالج باللائحه السابقه مال 20-21 او 21-22، وانه هناك صعود كان بالامكان الاتحاد العراقي يحل هاي المشكله، ولكن بما انه اللوائح السابقه ما عالجت هذا الموضوع فلا يجوز ان يصعد مكان نادي الديواني اي فريق. زين، انت جيت هسه من الاجتماع مباشره، كان اكو اجتماع لاتحاد الكره وكنت حاضر، حضوري كان الاجتماع في مقر الاتحاد. نعم. شنو اللي صار بالاجتماع؟ ناقشوك على الفرق المرخصه وغير المرخصه؟ والله العظيم نهائيا. احنا قالوا لك مثلا رخصت هذا النادي، اكو طلع لاعب قال انا مزورين توقيعي، واحد قال انا مديون واطلب. يعرفون كل الاخوان في المكتب. لا يعني هسه ما قالوا لك هاي 19 فريق ما ليش هذا الموضوع؟ يعني انا قلت لك الاجتماع انا تركته على النص لان عندي موعد ويا حضرتك. ايه؟ فاستاذنت من الكابتن عدنان درجال بالساعه 10:30 تقريبا، استاذنت من عنده وطلعت للاجتماع بدا الساعه 9 وما زال مستمر، واني غادرته وهو مستمر. زين. وكان يعني يناقشون هاي المواضيع، ولكن طلعت قبل المناقشه، فللامانه ما يعني ما حسيت ان هناك القرارات موجوده بالمكتب التنفيذي وموجوده عند امين السر، راح يعرضون القرارات مالتنا اللي موجوده. زين، هل يحق للمكتب التنفيذي اليوم اضافه فريق اخر؟ لا، ما يحق له. ها؟ لا يحق، هذا مو من حقه. مو من حقه، بس يقول لك انت بالنظام الاساسي 20 فريق من الدوري الممتاز. زين، انا راح اسالك سؤال بالمقابل. الان احنا عندنا 20 فريق بالدوري الممتاز، وهذول ال 20 فريق هم اعضاء هيئه عامه. ال 20 نادي هم اعضاء هيئه عامه. زين. للمؤتمر مو القادم، للوعد القادم. زين. اعضاء هيئه عامه، احنا الان الديوانيه ما سمحنا لها بالمشاركه. اذا صعدنا فريق اخر بمكانه راح يصيرون عضويه الديوانيه للهيئه العامه، ايش راح يكون مكان مصيرها؟ تلغي يصعد المحل يحل محل هذا؟ هذا تلاعب بتشكيله الهيئه العامه. اذا قانونيا ما يصير. قانونيا ما يجوز. يعني هسه لو انتم مثلا مرخصين 10 11 خلاص يمشي الدوري على 10 او 11 فريق. يمشي الدوري بيهم، هذا الصحيح. زين، انتم هسه فرضتوا غرامات مثلا على نوروز وعلى نفط ميسان وعلى ادهوك، وفرضتوا على الطلبه، اذا هذول ما دفعوا ما راح يلعبون؟ يعني هاي اربع فرق. هذا الموضوع يصير 15 فريق. موجود باللائحه، معالج بالماده 8، الماده 8 اللي هي سمحت باللائحه، سمحت بفرض العقوبات،
وهاي العقوبات بناء على نواقص موجودة في الملف الخاص بكل نادي. طيب خلينا ناخذ استطلاع بعض المدربين حول هذا الموضوع، وموضوع ايضا انه الدوري الموسم المقبل هل سيكون يعني امكانيه تاجيل الدوري؟ نتابع. لمبات تحدث عن تاجيل، ربما تاجيل الدوري، هذا الموضوع كيف تنظله؟ ربما نذهب الى 24 فريق، هذا الموضوع تحسه طبيعي في ظل الظروف الراهنه لو راح ياثر عليكم كفريق النفط وعلى بقيه الانديه؟ طبعا كلها كان عدم وضوح الاتحاد العراقي انه الفرق يعني اكو دوري ماكو دوري، 24 فريق مجموعتين ما تعرف، حتى المنافسه يمكن الفتره الاخيره اللي صارت بعد نزول نادي الميناء ونزول سامراء، اماره بغداد كذلك دخلوا يعني معترك انه ونزلوا، اضافه الى انه ادهوك وناس كانوا ما متحضرين وبعدين صار يعني اكو اخطاء جسيمه جدا في تنظيم المسابقات في تنظيم الدوري. اللي اتمنى له الاتحاد يقرر وبدون رجل الانديه، لانه انت قرارك لازم يكون واحد، من تنزل نادي يعني يعز علينا ينزل اي نادي يمكن، بس انت من تبدا صحيح نهايتك تكون صحيحه. نتمنى هذا الموسم يختلف، لكن لحد الان المسابقات ما منطقه، يعني ما تعرف انت مباراتك متى، يعني قد تقدر تسوي مباراه بعد تجريبيه. اصور الانديه اغلبها كملت معسكراته، يعني كملت اعدادها للدوري، لازم مو فاهم يعني هذا شيء مو صحيح حقيقه، يعني مرينا بكثير من دوريات ما كانت هيك. حاليا لحد الان احنا ما واصل نتيجه انه بدينا ندخل بالمشاكل، بس الظروف اللي اذا حسب الاقاويل اذا الظروف بدات تعرف العلاق البلد متغير الظروف، يعني بكل لحظه تنام تقعد الصبح تلقى الشارع مسدود، هاي مشكله. ثاني شيء هناك مشكله ثانيه، مثلا العواطف هم تلعب دور ثاني، يعني ما تعرف 26 فريق 24، يعني البارحة اتصلت لجنة المسابقات هم نفسهم ما يعرفون ايش وقت راح يصير القرعة، ويقولون يندفع الدور بس ما يعرفون ايش وقت، مبهم كل شيء، ضايع ضبابية بالموضوع، هاي مشكلة كبيرة. يعني انت تطور كرة القدم على هالأوضاع مستحيل. طيب شكرا لكل المتحدثين، ارجع لك لموضوع اخر، سبب الغرامات على دهوك انت ذكرتها، اذا ما دفعوا هاي الانديه غرامه سنه ورز دفعوا ولا بعدهم؟ لحد الان ما دفعوا حسب معلومات نفط ميسان ولا ما حد دفع لحد الان؟ لا. زين الطلب اتصلوا بيكم وتواصلتوا وياهم؟ الطلب اليوم صدر قرارهم، يعني هو القرار صدر اليوم بعد. لازم يدفعون 50 لازم يدفعون 50 مليون. زين بعض الاخوان مثل ما عرفت يعني يطرحون موضوع انه المفروض يتعاقب نادي الطلبه 50 مليون مع عدم المشاركه. زين انا هسه تدري بس اسمح لي اوضح هاي النقطه، لان هاي النقطه مهمه جدا. انا حتى اطلع لك الاوراق اللي وصلتني. طلعها من حقك. نادي الطلبه اللائحه السابقه اللي كانت هي لائحه بسيطه جدا، يعني بعضهم مجتزئ من اللائحه الاسيويه، ما كانت تتضمن هاي العقوبات. العقوبات اللي وجدت بهاي اللائحه اللي تم المصادقه عليها من قبل المكتب التنفيذي من 2022. زين. فيعتبر نادي الطلبه على الرغم انه هو بالموسم الماضي غير مرخص، يعتبر هذا الترخيص الاول على ضوء اللائحه. اللي هي مال 21. مال 21 22. 22. لان الموسم الماضي ما كان عندنا لائحه بهاي التفصيلات. الان كتبت هاي اللائحه بال 2022 تمت المصادقه عليها. النصوص الموجوده بالماده 8 الفقره الثانيه من عندها جيم نص على انه النادي اذا كان ما مرخص للمره الاولى ما يرخص ويعاقب بدفع غرامه 50 مليون مليون ويتمكن من المشاركه، ولكن اذا كانت للمره الثانيه ما يرخص وينزل درجه ادنى. يعني الان نادي الطلبه بالموسم القادم اذا ايضا ما ترخص راح يدفع غرامه 50 مليون وينزل درجه ادنى. هاي موجب اللائحه. بعض الاخوان يقول لك بما انه نادي الطلبه على اللائحه السابقه ما مرخص فكان المفروض الان تعاقبوه 50 مليون وتنزلوا درجه ادنى. زين. ولكن هذا النص ما موجود. زين. هذا النص ما موجود باللائحه السابقه. اي بس انا خليني اقاطعك، ينضم معي الكابتن صالح سدير من تورنتو من كندا، اهلا وسهلا بك كابتن. طلبت مداخله، اهلا وسهلا بك كابتن صالح لاعب منتخبنا الوطني السابق. حبيبي استاذ داوود تحياتي لك. اهلا وسهلا. برنامجك الكريم وضيفك الاستاذ محمد حيدر. اهلا وسهلا بك كابتن. تحياتي لكم. زين انت هم تطلب صالح هم تطلب؟
يعني استاذ داوود هاني بالحقيقه يعني احنا اول شيء احنا النقطه الاضعف هذا الموضوع التراخيص هم لاعبين كل الانديه ولاعبين منتخبات بصوره عامه لاعبي الانديه كلها. انا جزء من لاعبين عندي سؤال اتساءل الاستاذ محمد حيدر موضوع التراخيص، احنا يمكن ما عندنا ذيك المعلومات الكافيه عن موضوع التراخيص بس من عرفه انه احنا نطلب كل الانديه. زين. مثلا انا اطلب له مثال عني انا يمكن وكم لاعب، احنا عندنا مثلا نادي الميناء نادي ترك، انا اطلب الميناء وترك. اول شيء انا عندي موافقه وعندي تسويه بيني وبين نادي الميناء بتوقيع رئيس النادي محمد جابر. حضور لجنه التراخيص اللي الاتحاد السابق صارت تسوية بيننا وبينهم انه احنا يكون اخذنا جزء من المبلغ، صار اتفاق على مبلغ واخذنا جزء من المبلغ وصار توقيع بيننا وبينهم انه جزء المتبقي ناخذه خلال الفترة المتبقية يعني خلال شهرين كان. واحنا عندنا شكوى رسمية عليهم بالاتحاد. زين احنا اليوم هو الاتحاد هو النادي معترف احنا نطلب الطلبة، هو احنا عندنا كتاب من النادي وعندنا ورقة من النادي، هل نحتاج احنا الى محكمة او هل نحتاج الى قرار او هل نحتاج الى قاضي او نحتاج هاي الامور، وخصوصا انه النادي هو اللي قايل اللاعبين يطلبوني ومقطعين على هذا الشيء، وكذلك نفس الشيء موضوع دهوك. انت مشتكي؟ انت حسب بالاتحاد الدولي مشتكي؟ ورئيس النادي انه انا اطلب النادي، وعندي شكوتين على النادي. شلون بهاي الحاله يترخص النادي؟ ممكن اعرف انا حقي وين؟ هسه راح يجاوبك استاذ محمد. استاذ محمد حيدر انه كابتن على انه حقوقنا وين احنا؟ زين هسه راح يجاوبك كابتن صالح. انا اشكرك لو تبقى عندك بعد مداخله. لا شكرا بس هاي انا اعرف انه انا بس تمام. شكرا كابتن صالح. عندنا شكرا لك شكرا. طيب شكرا راح اسمع الاجابه الان من الاستاذ داوود. لجنه التراخيص تتعامل مع القرارات ويقول لك عندي قرار، يقول لك انا عندي تسويه صايرة بيني وبين النادي انه النادي تعهد بهاي التسوية انه يسدد لي المبالغ مالتي وفق جدول زمني معين. صحيح. هذا مو قرار، التسوية هي اقرار بالدين. يعني حضرتك هسه بيني وبينك اكو مبلغ من الدين، حضرتك تطلبني مثلا مليون دينار واكو ورقة تثبت بيني وبينك انه انا اقر انه انت تطلبني مليون دينار. تقدر انت مباشرة تروح تنفذها لو يجب ان تقيم بها دعوة وتنفذها عليه، لازم تقيم بها دعوة. زين. فهذا الموضوع هاي التسوية بما انه مثل ما يقول الكابتن انه هي موجوده مصدقه من الاتحاد العراقي، اذا الموضوع ما يحتاج يعني اكثر من جلسه واحده امام لجنه شؤون اللاعبين يصدر بها قرار، لان بها قرار وبها شهود انه لجنه التراخيص اللي هم ما مختصين بهذا الموضوع. زين. فالان اني ما اقدر اتعامل مع مجرد وجود الشكوى او وجود المستند، لان العقد ايضا هو قرار. زين. انا تدري كم لاعب دز؟ نعم. يعني تعرف هسه اللاعبين اللي بهم تقريبا بال 80 لاعب او 100 لاعب. ذولا شنو ذنبهم؟ انا هسه اريد اعرف، انا هسه لا ادافع، هسه خليه يزعلون اداره الانديه، انا ما يهمني، خليه يزعلون. من عندي خليه يزعلون. انا ما عندي مشكله. بس انا هذول لاعبين هذول حقوق. استاذي الان انا اقول اكثر من 80 لاعب عندهم الان قضايا مرفوعه ما محسومه. قضايا مرفوعه وينها؟ ما موجوده. البارحه ماجد هنا يقول طبت لجنه التراخيص الاسيوي من الاتحاد الاسيوي. طبوا وفتحوا الملف لقوا ورقه بيضاء فارغه. كلام يقول صحيح. يقول الدعاوى كلها ما موجوده. الخلل وين؟ هذا الموضوع الخلل وين؟ اذا منو لجنه الشؤون اللاعبين؟ بس إذا لا إذا تسمح لي حضرتك تفضل. اذا تسمح لي بالموسم الماضي اجتنا قائمه من الاتحاد الاسيوي. زين. الاتحاد الاسيوي ما بي لجنه شؤون اللاعبين وفض منازعات. فمن يصير شكوى كانوا بعض الاخوان اللي يجون للمحامي المصري اللي معروف المحامي المصري. المحامي حتى ما اعرف اسمه. أي. فكان شو يسوي؟ يرسل شكاوى للاتحاد الاسيوي، الاتحاد الاسيوي جردها، ارسل لنا قائمه طلعتوها يمكن على عندكم بالقناه، طلعتوا القائمه، هاي القائمه مجرد شكوى. انه استاذ داوود اسحاق عنده شكوى على نادي مثلا الطلبه. مثلا. انا بالنسبه لي كاتحاد وصلتني هاي الشكوى ففتحت بها ملف بناء على توجيهات المسؤول عن النظام بالموسم الماضي. فتحت فيها ملف. وطالبت اللاعب ان يراجعني برز المستندات مالته، لان انا حتى الشكوى ما جتني، جتني مجرد قائمه اسماء. مشتكي داوود اسحاق محمد حيدر فلان الفلاني المشكو منه فلان نادي فلان نادي فلان نادي. كاتحاد عراقي فتحنا له ادواره. طالبنا اللاعب ان يجي يراجع على مدير برز العقد مالته وما يثبت صحه شكوته. زين. على مود اني اقدر بالمقابل ارسل على النادي، يا نادي الفلاني، يا نادي الطلبه، يا نادي الزوراء، يا نادي القوه الجويه، انت عليك شكوى، انت مطلوب للسيد فلان بفلان مبلغ مقداره كذا عن العقد مالته، هذا العقد مالته. زين.
الاخوان اللي هم موجودين اللي اضبارتهم بدون اي ورقه ما راجع زين. ما ممكن اكثر واكثرهم قسم عندهم معتزلين ما راجع الاتحاد وعرف انه هو بالاتحاد العراقي ما له حق لان ماضي عليه اكثر من سنتين زين. طيب هسه هاي عندي ما فريد مجيد نعم فريد مجيد غضبان نعم. مساعد مدرب كان للطلبه نعم وعنده هذا القرار عنده قرار وعنده هذا القرار نعم ضد نادي الطلبه هسه اشوف لك يا واني انا اليوم هوايه لا شايفه انا عندي هذا مطلع اي هذا هذا همينه توصيه مطلع عليه مطلع على التوصيه زين هذا نعم. هسه يقول لك انا هو يسال يقول لك انا شلون ترخص انا راح اقول ما ترخص نادي الطلبه خلي نميز زين اوكي هسه يدفع الطلبه مثلا يدفع 50 مليون لعب دوري نادي الطلبه شنو اللي سواه انا بس وضح لي هالنقطه راح اوضحها اي راح اوضحها 50 مليون دفع وهذول اللاعبين ما ضحوا هذه ما راح تسقط حقوقهم ما تسقط هاي ما تسقط هاي باقيه للموسم القادم اذا ما سدد كل هاي القضايا ما يحق له المشاركه وينزل درجه مو بس ما يحق له المشاركه ينزل درجه يعني الموسم الجاي الموسم القادم الان اللي سواه نادي الطلبه هو كالاتي وهو اجراء قانوني 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 من الناحيه القانونيه قانوني اللي سواه نادي الطلبه صدر عنده قرار من لجنه شؤون اللاعبين اللي هو زين. القرار اللي امام حضرتك تم الطعن به استئنافا صدر به قرار من لجنه الاستئناف ايد القرار اللي صادر من لجنه شؤون اللاعبين المفروض القرار بعرفنا عندنا بالقانون الرياضي اكتسب الدرجه القطعيه زين ولكن صدر قانون اسمه قانون الاحتراف الرياضي لسنه 2017 صدر في 2017 قانون الاحتراف الرياضي انطى صلاحيه للنادي او للاعب المتضرر من هاي القرارات اقامه الدعوه امام محكمه التحكيم الرياضيه اللي موجوده بالكرخ زين نادي الطلبه اقام هاي الدعوه طعن بهاي القرارات الصادره من لجنه شؤون اللاعبين ولجنه الاستئناف وجاب للجنه كتاب تأييد باقامه هذه الدعوه اصبحت القضيه مكتسبه درجه قطعيه لو غير مكتسبه اصبحت القضيه غير مكتسبه درجه قطعيه لانه قطعنا امام القضاء طيب كابتن القضاء حمزه هادي طالب مداخله حمزه هادي كابتن حمزه هادي مدرب زاخو احمد سعيد زين أي. فهذا الموضوع اللي صار فنادي الطلبه جاب لنا عنده نوعين من القضايا نادي الطلبه النوع الاول خمس قضايا بها قرارات صادره من محاكم البداءه ومنفذه امام دائره التنفيذ وجاب لنا كتب انه هو سوى تسويه اللاعبين راجعوا بعد ما راجعونه طلبنا عندهم مراجعه دائره التنفيذ راجعوا جابوا كتاب قالوا احنا ما نوافق على التسويه زين. اللي صايره رجع نادي الطلبه جاب لنا كتاب بان هاي التسويه تمت امام دائره التنفيذ وليس من حق الاتحاد العراقي ولجانه مناقشه هاي التسويه وانما الطعن بهاي التسويه يكون فقط امام دائره التنفيذ زين انطي احمد اذا اتصلتوا بكابتن حمزه طيب انطوني فريد مجيد هم طالب مداخله والله هوايه تدرس اللاعبين كلهم ما عندي مشكله كل الاخوان راح استوى مننا انا ساعتين ما خلصوا اليوم ساعتين حلقه ثانيه ما عندي مشكله شباب خافر الكوتر غادي يطوله خمس دقائق فوق الوقت بعد طيب زاخو عنده قرار استئناف لجاسم حاجي يعني هذا اللي تفاجئت به نعم والرجل يقول لك انا ما مسوي التسويه وهذا مو توقيعي ولا توقيع رئيس النادي في وقته عبد الوهاب محمد عيسى هذا ممكن اسال جنرال السؤال؟ اي انا هسه يقول هذا مو توقيع لا الرجل يقول مو توقيع يعني هاي المستند قدم لي وموجوده النسخه مالته عندي بالاتحاد العراقي زين وهاي التسويه قدمها نادي هو عنده قرار استئناف نعم عنده قرار عنده قرار انا شفته عنده قرار زين بدا استئناف كامل يعني قرار صحيح كامل مكتسب درجه قطعيه ولكن جتني مخالصه مثلا نادي النجف قدم مخالصات نادي زاخو قدم مخالصات زين شلون اني اقدر اعرف انه هاي المخالصه صحيحه ام مزوره؟ خابروا اللاعبين كم لاعب عندي؟ انت تعرف قد اللاعبين لو ما تعرف قد القضايا؟ القضايا يعني الان الموجوده واللي تم تسويتها خلال هاي الفتره يعني انا اتمنى انه ترخص تتصلون بالاشخاص اللي صارت لهم تسويات استلموا مبالغهم ايش قد؟ استلموا اليوم طبعا انا اليوم اللي اليوم استلموا قسم من نادي دهوك زين طيب انا بس خل اخذ كابتن حمزه هادي مدرب فريق زاخو اهلا وسهلا بك كابتن حبيبي كابتن داوود السلام عليكم اهلا وسهلا بك كابتن حمزه انت عندك قرار الاستاذ محمد حيدر الغالي اهلا وسهلا تفضل كابتن طلبت مداخله تفضل انا بالنسبه لي انا ما اخذ القرار القطعي في قرار قاضي محكمه المنازعات اللي صارت وحتى اللي نادي الطلبه قدم يعني وقت متاخر استئناف ورفض محكمه الاستئناف الرفض واخر بيان طلع من الاتحاد يعني
على نادي الطلبة أن يدفع المبلغ 10 ملايين إلى الحظر يعني بيع يعني، ولكن ما أعرف أنا لحد الآن ما أعرف شنو المصير يعني هسه يعني نتفاجئ يعني إذا دفع 50 مليون راح يلعب مثل ما قال. لا هو قال الأستاذ محمد إنه لا راح هاي باقي هاي الديون. هاي باقي ما سقطت. أنا ما أخذ الدرجة القطعية يعني القرار النهائي ما أخذه عنه. هم يعني هم حتى الاستئناف من صادر قرار بعد يكون لان الاستئناف طلع يعني الاستئناف متاخر مالتهم يعني متجاوز الفتره القانونيه. ثاني شيء انا ماخذ حتى كل حتى من محكمه المنازعات اللي صارت ومن شؤون اللاعبين وماخذ القرار القطعي وصدر بال يعني البيان الاخير صدر في الموقع الاتحاد العراقي ارغام نادي الطلبه بدفع طيب مستحقات كابتن اني طيب انا هسه راح يجاوبك الكابتن محمد حيدر انا حتى اخذ بس فريد يعني وراك لان هم ينتظر الرجل حبيبي منه زين شكرا كابتن حمزه هادي جاوبني على كابتن حمزه هذا بالنسبه للكابتن حمزه مثل ما قلت ثاني يعني نحن لجنه شؤون اللاعبين اصدرت القرار وهو استئناف ورد تم رد الاستئناف مال نادي الطلبه لكونه واقع خارج المده القانونيه زين فاقيمت بها دعوه وجابوا لنا استشهاد من محكمه المنازعات الرياضيه الان الدعاوى موجوده يمكن من رقم 64 65 66 67 68 69 70 منازعات رياضيه 2022 زين كتب استشهاد انه هناك طعن صار بالقرارات هذه الحقوق ما سقطت والان نادي الطلبه لم يرخص وانما سمح له بالمشاركه بعد دفع الغرامه نادي الطلبه اذا بالموسم القادم اذا ما سوى هاي الدعاوى كلها القضايا كلها 50 مليون 50 مليون وينزل درجه وما يحق له المشاركه ينزل درجة أدنى تطبيقا للمادة 8 يعني هسه اللي منتظرين صار لهم سنتين وخمس سنوات وست سنوات خلي ينتظرون الموسم هذا اللي قانون هذا قانون اللائحة الشكل تقول مو أنا يعني ما أجيب شيء من عندي زي. أنا بالنسبة لي أنا هسه من صدرت قرارات اسمح لي سيد داود أنا من صدرت قرار نادي الطلبة حسب قناعاتي أنه كان المفروض نادي الطلبة يصفر ديونه لأن هاي ديون متراكم قديمة هاي حقوق طيب. ناس زين أنا هسه عندي قرار هم يعني دزوا لي اليوم طيب المدرب حامد كاظم يطلب نادي النجف من كان مدرب حراس يطلب نادي النجف 10 مليون و500 2012 لحد الان ما تم تنفيذ هذا القرار ممكن اسئله سؤال للكابتن وهذا قرار عنده من الاتحاد انا عنده قرار بس اعطيني مجال انا الان هل بالامكان ان الم بكل القرارات الصادره من اللجان من 2010 انا دا راجع ترى من 2010 ولحد الان هل بامكاني اني بدون ما يراجعني اللاعب ويجيني اللاعب انا اعرف ان كل نادي ايش مطلوب؟ طيب اني كل اللي اني بمجهود شخصي من اللجنه قمنا بمراجعه لجان الاتحاد وجمعنا القرارات، يعني هاي القرارات الان اللي طلعناها على الانديه والزمناهم بتسديدها وما رخصناهم ترى اللاعبين ما جابوا لنا اياها ولا هم انطونا يقدموا لنا اياها. اني ما شفت اللاعبين يقدمون جابوا لنا القرارات الا بعد صدرت القرارات مال التراخيص. يعني هم يعرفون انه اكو تراخيص خلال الشهر شهرين الماضي بمجهود مراجعه الاقسام الاتحاد وطلعتها من الارشيف جمعت هاي القرارات اللي لقيت لقيته اللي لقيته واللي يعني واللي ضايع اللي ما ضايع موجود اللي ما موجود انا ما ممكن يعني زين. اعرف هل داود يطلب بال 2010 ايش قد من يطلب ما ممكن زين. اعرف طيب كابتن فريد مجيد مدرب مساعد لفريق الميناء اهلا وسهلا بك كابتن طلبت مداخله بخير عليك استاذ داود مساء الخير على الاستاذ محمد اهلا وسهلا بك فريد قبل لا تحكي الموضوع محبا. الان الميناء مو بالدوري الممتاز شنو وضعك بس احنا وين جاي نحكي انت وين دخلتنا اي هسه مو انا جاي احكي لك هسه قبل لا تحكي على موضوع ان شاء الله الدوري الممتاز ان شاء الله اجي استاذ محمد شلون 19 فريق اليوم عندنا قضيتي انه بس دخلتنا حتى فلوسي مالتي بس خلي الميناء عمو جمهور الميناء يلا تفضل كابتن محمد استاذ محمد وياك وجه له السؤال المشاركات الرياضيه والتراخيص تصب مصلحه اهل البصره تستحق البصره ومدينه البصره لكن ظروف يعني تدري قائمين على النادي وهذه من الامور لكن انا بس عندي سؤال للاستاذ محمد واني للامانه لا اشكك باللجنه ولا برئيس اللجنه المحترم اللي انا كنت عن قرب والله العظيم واجى للبصره وزار البصره وانا احكيها امام الجمعيه هاي امانه كان محمد حيدر حتى ما قبل واحد يغذيه احنا اقرب الناس واصدقائه كان منصف وامين واتمنى له التوفيق لكل الاخوان اللي موجود باللجنه واحنا كنا كمدربين وكلاعبين مصرين ان يكون هذا الشخص في هذا المكان يستحق هذا المكان واكثر لكن انا بس افتهم من استاذ محمد ان الطعن انا ماخذ قرار
قبل شهرين يعني، هل من المعقول يطعن نادي الطلبة وفايت على المدة مال كان الشهرين صار محمد بالقانون؟ هذا مو منطق. استاذ فريد حضرتك اخذت القرار يوم 31/7 قرارك صدر يوم 31/7/2022. بعد ذلك احنا بالنسبه لنا شكرا كابتن فريد، بس خلي كابتن فريد اسمعنا من التليفون الله يخليك، لان الوقت ما ظل عندي، وصلت راح يجابك الاستاذ محمد، تفضل استاذ. قرار كابتن فريد صدر يوم من 31/7 تم المصادقه عليه من اللجنه التنفيذيه بالاتحاد العراقي لكره القدم. الاصول المعمول بها انه نقوم باخبار ارسال نسخه من القرار للجنه عن طريق الايميل للنادي وللاعب. على مصير اللي صدر القرار ضده، فارسلنا الاتحاد العراقي امانه السر ارسلت القرار الى نادي الطلبه عن طريق الايميل. ووصل وكان هناك فتره طعن هي 7 ايام مده للطعن بهذه القرارات. فنادي الطلبه ما طعن بالقرار ولكن اقام دعوه امام محكمه التحكيم الرياضي. الدعوه اقامها استنادا لقانون الاحتراف الرياضي. زين. فبالتالي ما لم يصدر قرار من التحكيم الرياضي ما نقدر احنا نتعامل مع المبلغ. لان تدعو المحاكم الى الولايه العامه. احنا الان نتعامل مع محاكم عراقيه ومحاكم عراقيه محترمه. ما ممكن انا كاتحاد عراقي اتجاهل القضاء العراقي. زين. اجاني اشعار من المحكمه المختصه اللي هي محكمه المنازعات الرياضيه بالكرخ. زين. بان هناك قضيه مقامة على إلغاء القرار الصادر من اللجان الاتحاد العراقي والخاصة بالكابتن فريد والكباتن الآخرين. هاي الإشكالية اللي صارت. وحقوقهم هي محفوظة والنادي الطلبة ملزم أن يدفع هاي الحقوق في حالة رد الدعوة المقامة من قبل النادي في محكمة التحكيم الرياضي. والموسم القادم لن يشترك نادي الطلبة في مسابقات الدوري، سيعاقب بغرامة 50 مليون وينزل لدرجة أدنى في حاله عدم تسويه هاي المبالغ. زين. طيب هاي قرارات، هاي هسه 10 لاعبين هذول اللي بس دازين لنا اياها، هسه هذول 10، زين وبعد اكو هوايه. انا بس سؤال، البارحه ماجد الماجد. نعم. السيد ماجد الماجد قال، هو كان مدير التراخيص. مدير التراخيص نعم. وجه البارحه خلينا نقول يعني انا ما اقدر اقول لك اتهام هو، لكن قال انه انا كنت مدير تراخيص ما رخصت انديه، لكن كان رئيس اللجنه هو اللي رخص الانديه هذه. اولا من ضمنها الكرخ، نادي الكرخ عنده قضيتين، صالح راضي وحسن فوزي، قضيتين هذه قرارات محاكم منفذه لدى دائره تنفيذ الكرخ. زين. ودائره تنفيذ الكرخ الان هم نادي الكرخ يعني دي يسدد عرضه وتسويه، وجابوا لنا كتاب انه هناك تسويه لهذه المبالغ تسدد ب 750 الف دينار شهريا. يعني لا يخلوني اتكلم بموضوع خارج اختصاصي. الخلل من يصير باللاعب لا يحاولون يرموه على الاتحاد. بس اكو شغله دقيقه، هسه انا افتهم من كلامك اليوم، هسه انا كنادي. نعم. انا هسه لاعبين 10 لاعبين يطلبوني مبلغ خلينا نقول 500 مليون. نعم. اروح اشتكي، خلي يشتكون بالمحكمه واروح اخذ قرار انه انا ادفع لهم 500 وانتم ملزمين بهذا الموضوع. ليش يتاخر اللاعب ويشتكي بالمحكمه؟ ليش ما يشتكي بالاتحاد خلال المده القانونيه؟ هسه فريد مو اشتكى بالاتحاد، اداره الطلبه راحوا اشتكوا بالمحكمه راح يقسطوا له المبلغ. الاخوان بنادي الطلبه اتبعوا طريق قانوني غير مالوف بصراحه، لاول مره يتبع، يعني نادي القوه الجويه ما اتبع هاي الطريقه. هذا انفتح لي بال البقيه. ودي اقول لك هذا الموضوع اللي جاي، الان انا راح اتعامل معاهم، اكو طريق قانوني، نسد عليهم هذا الباب اللي بدون نبي على الانديه، على مود يسوون التسويات يكملوها. يعني نادي مثلا الاخوان اللي على نادي الكرخ قرار محاكم موجود منفذ، تسويه موجوده وكتاب صادر من التنفيذ يقول تم التسويه يدفعون مبالغ وملتزمين بتسديد التسويه. شلون اتعامل انا مع قرار المحكمه؟ لا هسه اي نادي راح يجي بعد اذا مطلوب مليار او مليارين يقول لك خليه يشتكون بالمحاكم واخذ محكمه قرار من المحكمه من القاضي خلاص ادفع له 50 لو 200 الف بالشهر. يعني انا ما اريد اتدخل في موضوع اعمال اخواني وزملائي المحامين. اكو اخطاء، لان احنا عندنا المشكله عدد المحامين اللي يعملون في المجال الرياضي قليلين. وهناك امور لو يعلمها المحامين اللاعب اذا ما يشتكي بالاتحاد ما له حق يشتكي بالمحكمه. اكو نصوص قانونيه تعالج هذا الموضوع. زين. يعني اللاعب ما يشتكي بالاتحاد وما ياخذ حقه من الاتحاد وما يشتكي خلال السنتين من ترك النادي، بعد ما يحق له يشتكي بالمحكمه. زين. كابتن مشتاق باختصار قال راح نروح لعقوبات بسبب التراخيص. على شنو راح للعقوبات؟ بسبب التراخيص. شنو غير يوضح لي وين العقوبات؟ انت سمعت بس وين العقوبات؟ من اقول اني ساد داوود راح يعاقب.
او استاذ داوود راح يعني يصير له شيء معين غير عندي ثوابت استند لها يا مراحل العقوبات. ليش؟ لان حرمنا نادي النفط من ملعبه. يعني انت من تركز انه نادي النفط الان ما يلعب على ملعب نادي النفط. رخصتوا الكرخ ورخصتوا الصناعه، هم راح يجي الشتاء واول مطر راح يصير طينه وراح يصير اصفر الثير. استاذي الفاضل شو الفرق؟ حبيبي انت الان ناقشني موضوع الملاعب اللي صار. اي الملاعب ايش كم ملعب اللي صار كانت شو يا ملاعب صار عليها الدوري الموسم الماضي؟ اعدد لك لو تعرف يعني ملعب نوروز شنو اخذوا يا ملعب؟ صناعه تثير صناعي. الان فرانسو حريري بربيل منو اخذ؟ نوروز راح يلعبون بربيل. نعم. ليش ما يلعبون بسليمان؟ ليش ما يلعبون ملعبهم بسليمانية؟ ملعب السليمانيه ما كامل، ما جاهز قد يجهز بالمرحله الثانيه يلعبون عليه. زين. ملعب نادي القاسم ثير صناعي ايضا ما سمحنا لهم به، اخذوا نادي الملعب الكوت الاولمبي. الملعب مثلا ملعب التاجي. ملعب التاجي كم نادي كان مختار ملعب التاجي؟ طيب ما سمحنا يختارون هاي بالرغم من ملعب التاجي وفق المعلومه جيده يعني قالوا لي جيد. انا ما شايف الملعب. هسه احنا نشجعكم. هل كانت قرارات لجنه التراخيص والاستئناف منطقيه؟ نعم 10% لا 90%. قناعات الجمهور. هذا الجمهور قناعات محترمه. قناعات الجمهور وقناعات محترمه، ولكن طيب. يجب ان نبدا بدايه صحيحه. شكرا. انا اعتقد انه هاي البدايه الان اللي بديناها كلجنه بلا فخر هي اصح بدايه بدت في لجنه التراخيص منذ 5 سنوات. شكرا لك وشكرا لصراحتك. شكرا لسعه صدرك جدا يعني اليوم يعني بكلمة. تقبلت من عندي الاسئله. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا، التقيكم ان شاء الله الاسبوع المقبل. الى اللقاء.